في عناوين النشرة: الحكومة تحضر بلا تأليف في حفل عيد السفارة السعودية. مثل القيامة، مين استقر كفر ومين استبعد كفر. الشيء الأكيد أن الهوية اللبنانية منا معرقة للتشكيل. إيران تحمل دولا خليجية مسؤولية الهجوم على أهواز. مأساة جديدة للنازحين، الطفل خالد نجمة في البحر. كان في طفل ميت، طران الزورق عليه وميت، نزلوا غطسوا عليه، لقوا الولد ميت. الجنسية على من تقرأ مزاميرك يا عباس؟ أكيد صار نافذ، إلا باستثناء إنه مجلس الشورى الدولي يبطله. متحف نابو، ضربة عقل في زمن الجنون. هذا ضرب من العقل مش من الجنون. الشيء اللي عم نشوفه بالمنطقة وبلبنان هو ضروب من الجنون. الجديد ترافق راغب علامي على الدراجة الهوائية. بلبنان الحمد لله على السلامة، لأنها توصل بالسلامة على البيت مشكلة. مساء الخير. اختاروا المياه الدافئة، البحر بدلا عن البر. أخذهم المركب ولم ينتظروا باص العودة إلى سوريا، لكن مركب العبدة لم يتمكن من الإبحار سوى بأربعة كيلومترات من المسار الطويل، فتوقف وأوقف معه قلب الطفل خالد نجمي، فيما نجا بقية المهاجرين النازحين الهاربين إلى أوروبا بعد معاناة مع المياه وملحها. ومركب العبد واحد من مراكب كثيرة تبحث عن وطن بديل لسوريا ولبنان معا. وإذا كان هذا المركب قد اصطدم بثقله وانهزم بشبر مياه، فإن آخرين ينجحون في الهرب والتسلل غير الشرعي، سوريين وفلسطينيين على حد سواء، قاصدين قبرص أو اليونان ثم ما تيسر من دول أوروبية يرون فيها طوق نجاتهم. ومعاناة العائمين على وجه البحر اليوم تشكل رسالة إلى كل أوروبا التي ساهمت وعملت على عدم تسهيل عودة النازحين السوريين إلى مناطقهم الآمنة، وخوفتهم من نظامهم ودولتهم، ولم تمد يد المساعدة للبنان حتى اليوم في حل أزمة بحجم 1.5 مليون نازح. بعضهم يعود وبالقطارة عبر بوابة الأمن العام اللبناني، فيما خطة الآخرين هي التوطين لشعبين فلسطيني وسوري، ولا يكف هؤلاء عن التجربة. والمحاولة في كل مرة للوصول إلى أي بلد أوروبي أصبح حلما بالنسبة لهم وكابوسا بالنسبة لأوروبا. لبنان الذي سيطرح قضية النازحين ومخاطر التوطين على أعلى منصة أممية ومن خلال كلمة رئيس الجمهورية في نيويورك، فإنه في الوقت نفسه يعمل على توطين أكثر خطورة مغلف بملف منح الجنسية. هذا المرسوم أصبح نافذا، والأسماء الواردة على متنه أصبحت لبنانية بشهادة رسمية، ولكن مع استخفاف تام بملاحظات وضعتها مديرية الأمن العام على الشخصيات المشبوهة. فلدى اندلاع الصرخة حول مرسوم الجنسية وبروز أسماء بعلامات استفهام، كلف رئيس الجمهورية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التدقيق بالشبهات وإجراء فيش وتشبيه للشخصيات الممنوحة اسم لبنان. ولكن وبعد أن قامت المديرية بمهامها وفرزت لواء من الموظفين لإنجاز العملية بسرعة قصوى، تم إهمال ملاحظاتها ولم يؤخذ بأي منها، علما أنها وضعت علامات الشبهة حول اسم 80 شخصا استحقوا الجنسية وكان يتعين شطبهم. لم يكن الاعتراض على مبدأ منح الجنسية بحد ذاته والمعمول به في دول العالم، حيث يتقدم لها أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال الذين يستثمرون في بلاد يعيشون على أرضها ويدفعون الأموال والرسوم المعلنة التي تذهب مباشرة إلى الخزينة وليس إلى جيوب المنتفعين أو إلى من رشحهم لجائزة الجنسية بهدف إعلاء الشأن. وبالجنسية الحكومية فإنها لا تزال حتى اليوم لقيطة،
ومع غياب أنبائها اجتمعت قوى سياسية عدة للاحتفال بعيد المملكة العربية السعودية. ومن أرض الحجاز اللبنانية قال النائب وائل أبو فعور إن تشكيل الحكومة مثل القيامة، من استقربها كفر ومن استبعدها كفر. لكن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جملاط آثر الاحتفال بالعيد السعيد رافضا أي تصريح. ومن دون تزامن فإن عيد المملكة جاء يوما حزينا في إيران التي تم استهدافها بعملية إرهابية ضربت عرضا عسكريا في الأهواز. وفيما سارعت داعش إلى تبني المسؤولية كانت إيران تؤكد أن دولا خليجية وبينها السعودية مسؤولة عن هذا العمل الإرهابي، وكلا الاتهامين يجري في قناة واحدة، فتنظيم داعش له مشغليه الذين بات يعرفهم التاريخ. إذن السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي 88 في بيروت، والحكومة ورئيسها المكلف حاضران في الحفل. احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني السعودي 88 في حفل أقامه القائم بأعمال السفارة في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري في قاعة البافيون البحرية في البيال. حضره عدد كبير من الشخصيات والفعاليات السياسية والأمنية والدينية والإعلامية والفنية. مفاجأة الحفل كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي قطع زيارته العائلية إلى باريس للمشاركة في هذا العيد، فكان الوحيد الذي حضر شخصيا بين الرؤساء الثلاثة، فيما أوفد كل من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ممثلين عنهم. إن ثروة لبنان الحقيقية هم أبناؤه الذين انتشروا في أصقاع الأرض، فبرزوا أينما حلوا وكانوا مدعاة فخر واعتزاز لبلدهم. وإن الإنسان اللبناني متميز بثقافته وقدرته على تجاوز المحن والصعاب، فهو وريث امتداد لحضارة صدرت أحرف الأبجدية إلى العالم. وأشقاؤكم العرب وفي مقدمتهم أبناء المملكة العربية السعودية، والذين بدورهم يؤازرونكم بالدعاء الصادق لتتمكنوا من الانتقال بلبنان إلى بر الأمان والازدهار، وتحققوا ما تصبون إليه من أهداف وتطلعات. وعلى هامش الحفل كان لابد من الحديث عن الحكومة والمعرقلين مع عدد من السياسيين الحاضرين. بعدكم قدوا المعرقلين الحكومة؟ معرقلين شو؟ اشتراكي إلا مع أي حكومة؟ حكومة؟ ما في حكومة؟ ما في حكومة؟ هلا بالقريب مثل القيامة، مين استقرب كفر ومين استبعد كفر. طب مزبوط إنكم وكلتوا أمركم للرئيس بري؟ بكل شيء موكلين أمر للرئيس بري. يعني ممكن تنحل العقد الدرزية؟ ما في عقد درزية. وثلاث وزراء اللي عم بتطالبوا فيهم؟ في عقد من الحزب الاشتراكي. لو سمحتوا هلا عم جايين نعيد بس، شكرا. الوضع الحكومي شو؟ مثل الضجيج اللي عم نسمعه هون، ضجيج كتير ولكن لا شيء. ما في شيء بالقريب يعني؟ ما بظن. طب مين اللي معرقل؟ أكيد مش القوات اللبنانية. وين رسيتوا بالمقاعد؟ وين رسيتوا بالمقاعد؟ اتفقنا على 4 مقاعد مع فخامة الرئيس ومع الرئيس المكلف، وقدم صيغة إلى حد ما مقبولة ولكن تحتاج إلى إعادة روتشة بما يتعلق بنوعية الحقائب، والباقي نحن ناطرين التشكيل عند رئيس الحكومة وعند فخامة الرئيس مش عنا. شو الحقائب اللي عم بتطالبوا فيها كقوات لبنانية؟ هيدي بجيبة دولة الرئيس. طيب مين إذا مش القوات المعرقلة، التيار المعرقل؟ بتسأل دولة الرئيس. الشيء الأكيد إنه القوات اللبنانية منا معرقلة التشكيل، وكل ما فعلته القوات اللبنانية هو تسهيلات بلغت حد التضحيات. وقبل دقائق من انتهاء الحفل بالعيد الوطني السعودي والذي اختتم برقصة فولكلورية شارك بها البخاري، وصلت النائب ستريدا جعجع ممثلة القوات اللبنانية من دون زوجها الدكتور سمير جعجع. إيران تتهم دولا خليجية والموساد الإسرائيلي بالهجوم على العرض العسكري في الأهواز وتتوعد بالرد. سعيد
اتهمت إيران بشكل رسمي السعودية بالوقوف وراء استهداف العرض العسكري بالأهواز جنوب غربي البلاد. وقال المتحدث باسم فيالق الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف أن المهاجمين الذين أطلقوا النار على الناس والقوات المسلحة أثناء العرض مرتبطون بمجموعة الأهواز التي تغذيها السعودية، في إشارة إلى حركة النضال العربي لتحرير الأهواز الإيرانية المعارضة. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكرجي صرح لوكالة إيرنا الرسمية إن 4 دول، 2 منها في منطقة الخليج، تقف وراء الهجوم المسلح، كاشفا أن منفذيه تلقوا تدريبا وتمويلا من 2 خليجيتين ولديهم صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل. وأوضح شكرجي أن الهجوم نفذ من قبل 4 مسلحين سبق وخبأوا أسلحتهم وهي رشاشات كلاشينكوف قرب مكان تنظيم العرض، مؤكدا القضاء عليهم جميعا. وتضاربت الأنباء حول تبني الهجوم، إذ أعلن تنظيم داعش مسؤوليته، في حين أعلنت جماعة الأهواز أنها تقف وراء التفجير، لكن شكرجي نفى، مؤكدا أن المهاجمين ليسوا من داعش أو أي جماعة أخرى تجابه إيران، بل هم مرتبطون بأمريكا والموساد الإسرائيلي. ورصدت وسائل الإعلام لحظة مغادة الرئيس الإيراني حسن روحاني المنصة أثناء عرض عسكري في طهران، وذلك فور إبلاغه بوقوع الهجوم المسلح الذي استهدف العرض العسكري في محافظة الأهواز. وكان روحاني قد قال في كلمته قبل الهجوم الإرهابي إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيفشل في مواجهته مع إيران، تماما مثلما فشل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وفي تغريدة له قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أن بلاده تحمل الإرهابيين وأسيادهم مسؤولية هذا الاعتداء وسترد بقوة على ذلك. وقد ارتفع عدد ضحايا الهجوم إلى نحو 30 شهيدا وأكثر من 60 جريحا بينهم نساء وأطفال. وقد تفاعل ناشطون إيرانيون مع صورة للصحفية فاطمة رحيماويان خلال مشاركتها في تغطية الهجوم الإرهابي، ونالت الصورة تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل، إذ ظهرت رحيماويان مرتمية على الأرض وهي تحاول التقاط صورة لما يحدث رغم الأجواء المتوترة واستمرار إطلاق الأعيرة النارية. ووصفها ناشطون بالشجاعة، فيما اعتبر آخرون أن اللافت أكثر في تلك الصورة هو شجاعة المصور الصحفي الذي التقطها أيضا، وهو مهدي بدرام خو الذي يعمل لصالح وكالة مهر الإيرانية. وزارة الخارجية والمغتربين دانت الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز، وأكدت تضامنها مع الحكومة والشعب الإيرانيين، كما قدمت التعازي لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم. أما حزب الله فقد اعتبر أن هذا العمل الإرهابي تقف وراءه أيادي شيطانية خبيثة بهدف النيل من أمن واستقرار الجمهورية الإسلامية. وقال بيان للحزب أن هذه العملية هي استمرار لأشكال أخرى من الحروب التي تشنها الولايات المتحدة وحلفائها مباشرة أو بالواسطة، وفي طليعتها العقوبات الجائرة والحصار الاقتصادي الظالم. محاولة تهريب النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين بحرا بطريقة غير شرعية، فقضى خالد ابن السنوات 5 غرقا وشبكة التهريب لم تكشف بعد. على الوضع اللي احنا عايشين فيه، إنا 12 سنة وإحنا مرميين ببركسات، اتخلت عنا الأمروة بهالطريقة هاي، كل العالم بده تسافر، مش بس هي بده تسافر، كله بده يطلع. صرخ جده في وجه العالم، فيما حفيده الطفل خالد نجمة ابن السنوات 5 ارتفع نجمة في سماء مأساة الهروب بحرا بعدما قضى فجرا في حادث غرق مركب كان على متنه 37 نازحا ولاجئا، شق طريقه من الساحل العكري على أمل الوصول إلى قبرص، إلا أن عطلا في المحرك ومحاولة تصليحه أدت إلى خلل في توازن القارب الذي يتسع لسبعة أشخاص كحد أقصى، فمات خالد وفتح العيون مجددا على قضية التهريب غير الشرعي عبر البحر. مين لا بس اعطيني ايدك لو سمحت. هلا لوين رايحين؟ هلا نحن رايحين على موقع محل شباب غرقه. محمد يعني لو ما وصلتوا عليهم شو كان صار؟ يموتوا ما في مجال. نحن هي اول حادثه من سنتين بتصير عنا. بتنعرف، خلينا نكون واضحين. هلا انا بتنعرف غير بتنعرف، ما فيني اوضح اكثر من هيك. هذا هو هذا اللي عندي انا. في 2 هربانين، في
كان معي ثلاث نسوان نعم موجودين من موجودين ما انا اللي بخبرت حقت معه الربين اللي كان عم يسوق الربين اللي منو ما منو موجود لك هالبيوت هوليك هذيك اسمها الشيخ زنيت منطقه الشيخ زنيت بعد مني في منطقه اسمها التروبيل هونيك بيصير حمولة الركاب من هونيك ليش لان لا في جيش ولا في حدا الدولة شو بدها تحط علم لا تحط هونيك وصلنا خلاص لا لا نلف على النقطه ابدا 80 متر بس هون لقينا اول واحد من اللي كانوا وغزغران المركب فيهم هاي النقطه هون وكانوا مفرقين عن بعضهم واكثر شيء اثر فيك النسوان والاطفال النسوان والاطفال منظرنا ما في بني ادم بيتحمل هالمنظر الولد صغير جامد بالماء متلج اللي ما قادر يتحرك النسوان اللي ميت خوف يعني منظر بيقطع القلب هاي تاني مره بتخبرنا الخبر وتاني مره بتدمع وبتغص عندنا اولاد صغار وبنخاف عليهم من نسمه الهواء اللي طايره عم بندور لأنا مركب تاني صار مطلع العالم اللي غرقان اللي بالماء ما انقذين وفي الصبي المفقود سألناهن عليه قال لنا غرقان قلب المركب عليه بقى بيان بقلب المركب ما كانوا لابسين لابسين بس لأنه غطي المركب مش هيك اللي غطى المركب ما عاد يقدر يتنفس هلا بيجي حدا خارج بيدفع حق اللانش بدل 10000 100000 دولار له ضرب احتياط يمكن يكون في كثير بس ما انه معروف مين ولا انه معروف مين الاشخاص بس نعرف نحن حنبلغ عنه اذا كان خروج اي قارب غير شرعي مستحيلا من مرفأ العبدي بحكم وجود نقطه لاستخبارات الجيش الا ان هذا الشاطئ من نهر البارد وصولا الى نقطه العريضه مرورا بشاطئ مطار الايعات فهو منطلق لعمليات التهريب من مواد وبشر فلا رقابة أمنية على طول هذا الساحل حتى إن هذا القارب المركون هنا فهو للتهريب ولونه الأزرق متعمد لصعوبة رؤيته في الظلمة معلومات الجديد تشير إلى أن عمر خاء من بلدة قعبرين العكرية اشترى القارب من عيسى عين وأعطى وكالته لسوري فرفع المسؤولية عن نفسه ويعمل سائق تاكسي على خط الإليعات ويملك مقهى وحتى ساعة لم تتمكن الأجهزة الأمنية من العثور وإلقاء القبض عليه مجدداً يلفظ البحر اللاجئين السوريين فبعد الطفل إيلان الكردي في المياه التركية اليوم الطفل خالد نجمة في المياه اللبنانية ومجدداً تعود شبكات التزوير والتهريب للاجئين السوريين إن كان إلى تركيا أو إلى قبرص فمن سوف يراقب ومن سوف يحاسب من المياه اللبنانية رشا الكرم قناة الجديد التيار الوطني والاشتراكي يتواصلان ويقرران وقف السجال وتهدئة الأرض والنفوس مواجهات كلامية مباشرة حينا واشتباكات من على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حينا آخر دارت رحاها في الأشهر الأربعة الأخيرة بين الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى على غير ملف ساخن لا سيما موضوع الانتخابات والكهرباء والتوليفة الحكومية مهاجمة بيك المختارة رئيس الجمهورية تويتريا ووصف عهده بالفاشل كانت كافية لرفع منسوب التوتر بين الحزبين على صعيد القيادات الحزبية والنيابية لتتبعها سلسلة من الردود والردود المضادة بين مؤيدي الحزبين ومناصريهما ومع ارتفاع منسوب الاحتقان شعبيا بادر التيار الوطني الحر لاحتواء ذيول الأزمة فلاقاه التقدمي الاشتراكي بخطوة مماثلة أثمرت عن لقاءين وعن لجنة تواصل وخطة عمل طلعنا بيان احنا شفنا الحالة على الأرض منا سليمة إذا الأرض فلتت ما عايش فيك تضبطيها وهذا متوافقين نحن والاشتراك عليه مشان هيك ابن هالمبادرة نحن وهن لقونا بنص الطريق وهل أساس هيدا بلشنا المحادثات نهار الثلاثة الصباح اتصل فيه الأستاذ هشام وقال لي لازم نقعد وأنا ما كنت بعرفه الأستاذ هشام من قبل يعني بلشنا المحادثات وحطينا مثل خطة عمل صغيرة يعني أنه نروق الأرض وقلفنا مثل إكيب عمل هو من متألف من منسئين الأقضية اللي عندنا ناهم نحن كانت مبادرة جيدة منهم نحن لقيناهم بنص الطريق والأرض خط أحمر والمصالحة خط أحمر وسائل التواصل الاجتماعي كان عم ينحكى كلام مزعج تماما يعني لا نحن بدنا إياه ولا يمكن هن بدهم إياه كليتنا عنا جراح بدنا نفتح صفحة جديدة وبصراحة
رح منكمل نحن اتصالاتنا مع التيار باللجنة التواصل. اللواء عباس إبراهيم الذي اعتاد حل المسائل الحساسة يرأس هذه اللجنة بعدما اقترح على الرئيس عون والنائب جنبلاط والوزير باسيل الدخول على خط الوساطة. اللواء إبراهيم لم حبته أكيد طبعا، يعني حاول حب نقعد نحن وياه، وقعدنا نحن وياه نهار الجمعة وقالنا شو بدكم أنا قدامكم، وأكدنا من خلال القعدة والاجتماع مع اللواء إبراهيم على موضوع الأرض وضبط الأرض، ويصير في اجتماعات متواصلة على مختلف الأصعدة. رح منبلش من نهار التنين. التواصل على مستوى منسقي الأقضية في التيار ووكلاء الداخلية في الحزب التقدمي في كل من أقضية بعبدة وعلي وشوف لا يلغي الخلافات السياسية لا سيما الحكومية بين الحزبين. موضوع الحكومة شيء وموضوع الأرض شيء آخر، نحن ما بحثنا موضوع الحكومة، نتأمل أنه يكون كل الأطراف توصل لقناعات بحقيقة نتائج الانتخابات النيابية. لا يمكن من هالتواصل هيدي يصير في ثقة أكثر بين الطرفين ويمكن يأثر على تأليف الحكومة وعلى الاختلافات السياسية، ليش لا؟ وتكشف مصادر التيار عن النية للقاء قريب مع حزب الكتائب، في حين يسعى التقدمي للقاء سائر الأحزاب اللبنانية لتعميم ثقافة المصالحة ليس على مساحة الجبل وحسب وإنما على صعيد كل لبنان. دارين دعبوس، قناة الجديد. الأمن العام سلم تقريره فيما خص مرسوم التجنيس الأخير، لكن هويات المجنسين باتت في محفظاتهم. مرسوم التجنيس، شو صار بهذا المرسوم؟ هل أخذته برأي الأمن العام؟ كل الشغل اللي اشتغل هذا المرسوم هلأ راح صدى يعني؟ أكيد صار نافذ، إلا باستثناء أنه مجلس الشورى الدولي يبطله. قرأ اللواء عباس إبراهيم مزامير الأمن العام على مسامع رئاسة الجمهورية، ولكن هل أخذ بتقرير الجهة الأمنية التي دققت بأسماء أكثر من 430 شخصاً شملهم مرسوم التجنيس الأخير؟ هلأ الموضوع تم تقدير الملاحظات إذا ضرورية أو إذا مهمة أو مش مهمة أو إذا بتبطل الأشخاص المعنيين أو لا. بما يخص هذا المرسوم هو أكيد هلأ صار ينفذ، يعني ينفذ أو صار نافذ، يعني في العالم تأخذ عادي هويات أكيد وعم تأخذ هويات العالم، بلش يطلع هويات يعني أصلا. المدير العام اللواء عباس إبراهيم رفض الإدلاء بأي تصريح، مشيرا إلى أن التقرير بات في عهدة رئاسة الجمهورية، ولا كلام إضافيا للأمن العام في الموضوع، فالتصاريح اليوم في ملعب السياسيين. معلومات خاصة بالجديد أشارت إلى أن تقرير الأمن العام تضمن عشرات الأسماء التي يجب شطبها من مرسوم التجنيس، وحول بعض الأسماء شبهات أمنية، وتبين أن نحو 80 اسماً لا ينطبق عليهم شرط الإقامة في لبنان. مصادر حزب الكتائب أشارت للجديد إلى أن الهويات وصلت إلى أغلبية المجنسين، ولم يؤخذ بتقرير الأمن العام، والمعلومات حتى الآن تشير إلى أن الطعون المقدمة لدى مجلس شورى الدولة سترد شكلاً. الاشتراكية اعتبر أن النتيجة واضحة، ولم يتم الاستناد إلى تقرير الأمن العام بمجرد عدم وقف تنفيذ المرسوم وعدم إجراء أي تعديل عليه. ليال بوموسى، قناة الجديد. بين الحسابات الضيقة والطرقات الأضيق أحلام لم تصبح حقيقة. حمد الله على السلامة. تخيلوا الطرقات خالية من السيارات، ماذا لو استراح السائق على الطرقات اللبنانية من الامتعاض من زحمة السير الخانقة ولو ليوم واحد؟ زحمة لا تتسع لا للدراجات الهوائية ولا للنقل العام، لا تتسع حتى لمن لا يملك وسيلة للتنقل سوى أقدامه. لنكون واقعيين، في بيروت إن أردتم ركوب دراجة هوائية هنالك خياران لا ثالث لهما، إما أن تجولوا في مسافة بسيطة وإما أن تلجأوا إلى النوادي الرياضية. في اليوم العالمي للطرقات الخالية من السيارات والمشجع للسير على الأقدام واستخدام آليات رياضية، يقف لبنان ضمن الدول المتفرجة العاجزة، فلم تفكر الدولة يوما في تأمين طرقات خاصة بالدراجات الهوائية.
اكيد نحن بلبنان نطمح يكون في مسارات خاصه للبسكليتات، بس قبل المسارات هو الثقافه تبع استعمال الدراجات الهوائيه. ونحن ضمن شغلنا مع البلديات ببيروت او بجبال او بصيدا او بسور عم نشتغل كثير نحن على قصه المسارات. الدولة البالغة مساحتها 10452 كيلومترا مربعا فقط تعجز عن تحويل الدراجات الهوائية إلى وسيلة للنقل، في حين 90% من سكان هولندا يستخدمون الدراجات الهوائية ويقودونها للتوجه إلى مدارسهم وجامعاتهم وعملهم، وذلك لكي يتحلوا بالمسؤولية الذاتية. وكذلك الصين استطاعت تأمين القطار والمترو وتنظيم سير الدراجات الهوائية لأكثر من 1,400,000,000 مواطن صيني. الدراجات الهوائية تسهل علينا تفاصيل حياتنا اليومية بشكل مريح، يمكن أن تستقلها وتتركها في أي مكان شرط إغفالها بعد الوصول إلى وجهتك. هي وسيلة للنقل ومصدر للتسلية في آن، إضافة إلى أنها تخفف من التلوث. هي دولة عظمى كانت تعد قبل 40 عاما تقريبا دولة نامية، فترة كان المسؤولون اللبنانيون منهمكين في تصفية حساباتهم الضيقة تماما كطرقاتنا. أي بلد في شوية حضارة، في طريق للأنديكابي، في طريق للبسكليت، في طريق، نحن اليوم ما في طريق، السيارة ما بتساعد، هالمشكل. برأيك إذا رجعنا التقينا بالمستقبل القريب، برأيك ممكن يكون في طريق أو هيدا حلم بعيد، طريق خاصة للدراجات الهوائية؟ بدك ترجع تهد البلد وتعمرها؟ بدك تعمل مثل جنرال عثمان، هد باريز ورجع عمرها من جديد، هيك لتقدر تعمل بلد لازم تنهد. كيف ده؟ كيف هاي ما إلا حلم. غنية هيك أول غنية بتخطر على بالك بلبنان؟ الحمد لله على السلامة، لأنه توصل بالسلامة على البيت مشكلة. الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر. كم يشبه وضعنا الحالي الدراجة الهوائية في النوادي الرياضية؟ يخيل إلينا أننا نسير، إلا أننا في الحقيقة راوح مكانك. غدي بموسى، قناة الجديد. إله الحكمة يحط عند شاطئ لبنان الشمالي ومعه آلاف السنين من الحضارة. من بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام آثار عمرها آلاف السنين اجتمعت في متحف نابو الذي افتتح في بلدة الهري شمال لبنان. لوحات وتماثيل وأواني أثرية جمعت من العراق وسوريا واليمن وغيرها العديد من الدول في امتداد للجذور العربية لإظهار حضاراتها والدخول من التاريخ إلى الفن المعاصر. هذا ضرب من العقل مش من الجنون. الشيء اللي عم نشوفه بالمنطقة وبلبنان هو ضرب من ضروب من الجنون. بالعكس، هذا نابو هو إله الحكمة، ومن الحكمة نعمل اللي عم نعمله. عم نحاول نفرجي الوحدة أول بالمنطقة والوحدة بشعوب العالم. بنفس الوقت اللي كان في حدا بالفترة اللي كانوا فيها الفينيقيين عم بيعمل بالفخار، كان في حدا بالصين أو بجنوب أمريكا عم بيعمل فخار، ما كان في إنترنت. من الفينيقيين والإغريق وبابل حجارة تحكي حضارات حفرها التاريخ واتخذ لها مكان عند شاطئ لبنان في مبنى صمم خصيصا ليحاكي رسالة المعرض. يفترض الفن هو شيء انترناشنال، ما ينتمي لمكان واحد، فاختاريت مادة الحديد المصدي اللي هو كورتن ستيل على اساس انه احنا قريبين 10 متر من البحر، اي مادة استخدمها راح تصدي او راح تتلف، فهو اللي قدام مصدي بالضبط ويعطيك احساس بالبحر وبالمنطقة هذه. المعرض بدوره يعد مبادرة لحركة ثقافية اجتماعية أنشئ لاستقبال المبدعين ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم. على صعيد الإبداع ممكن أن يكون هناك تداخل إبداعي يمكن لتطوير تجربتهم بشكل ما. هذه التجربة قد تخلق في المستقبل إلى مجموعات فنانين عرب يعرفون بعضهم بعض وبنفس الوقت يساهمون بشكل ما بتطوير عملية الإبداع للوصول إلى صيغة إبداعية عربية. بضرب من الجنون الحكيم يمكن وصف فكرة المعرض التي بدأت بهدف استعادة تراث الأجداد واختارت شمال لبنان في لا مركزية ثقافية عند إله الحكمة الذي يتضرع إليه لبنان كي يلهم سياسيه. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. وقد حضر الفنان زياد الرحباني افتتاح متحف نابو وشارك في عزف مقاطع موسيقية رافقت العرض. هذا عمل
عرفت تقريبا قديه مكلف بهيك ايام على شيء بس ثقافه. يعني يا ريت في حدا تاني عم فكر بهالطريقه وبمنطقه بالشمال كمان. يعني نحن بتعرف عنا مركزية بيروت أهم شيء وكلهم بيحكوا عن الماء المتوازن والكذا وما صار منه شيء. إنه شخص وحده يجي يقوم بهالمشروع اللي فيها الأد كلفة والأد قصص فنية فنية بالجو، هيدا بحد ذاته شيء ممتاز كتير ونادر. لازم العالم يمروا يشوفوا، ما رح يخسروا شيء. وصراحة نحن اليوم ما صلنا وقت نشوفه، يعني حنيجي مشوار خصوصي لنشوفه. عرفنا انه في حتى قاعات للناس يجوا يرسموا فنانين من برا وهيك شيء، فبده مشوار خصوصي. بعد الاعلان قائد الجيش في بعلبك. غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر حسابه على تويتر قائلا: لم يبقى أمام المتحاملين على وطننا إلا بث الشائعات الكاذبة حول صحة رياض سلامة. ألتقيه دائما وأكلمه يوميا واتصلت به للتو، صحته حديد والحمد لله. أفاد مراسلنا سامر وهبي عن تطور إشكال الفردي وقع في بلدة الدوير الجنوبية عصر اليوم إلى وفاة شاب وجرح 3 آخرين. وفي التفاصيل أن إشكالا وقع بين شبان آل حطيط فتطور إلى إطلاق نار، حيث عمد المدعو عين ألاف حطيط على إطلاق النار من سلاح كلاشينكوف باتجاه الشقيقين رائف ومحمد أحمد حطيط وعلى علي أحمد حطيط. وكما أصيب المواطن حامد رمال بإطلاق النار بينما كان يتواجد قرب محله، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى الشيخ رائح غيب حرب حيث فارق رائف حطيط الحياة. وقد أوقف الدورية من مكتب مخابرات الجيش في النبطية مطلق النار ووالده. ضحية أخرى من ضحايا الإهمال وعدم التقيد بقوانين الصيد، فقد قضى الفدى علي الرضا مهدي الأطرش البالغ 14 عاما عندما أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ من بندقية الصيد خلال ممارسته هواية الصيد في خراج بلدته يونين قضاء بعلبك، ونقل إلى مستشفى دار الحكمة وما لبث أن فارق الحياة. أزمة الكلاب المسعورة تهدد أبناء بيت ليف والطفل علي مصطفى ضحية جديدة. أصيب الطفل علي مصطفى سليمان بجروح في وجهه بعد أن هاجمه كلب مسعور في بيت ليف في قضاء بنت جبيل، وتحول يومه إلى كابوس سيترك ندوبا في جسده طوال العمر. ويؤكد عم الطفل أن الكلاب المسعورة في بيت ليف تسببت بالأذى للعديد من الأهالي، وأن الطفل علي يحتاج إلى متابعة صحية لتفادي إصابته بداء الكلب. امبارح كان خيي عنده مزرعة ورا البيت 3 بقرات عم بيجولش عليها، بيقوم بيهجم عليها كلب، بيهجم على البقرات يعني، بيصير فوضى عنده، بيعض البقرة، بيهرب منه الكلب وظل نازل لقدام الباب لعند ولاده، ولاده بيلعبوا قدام الباب، بيهجم على الولد وبيمد يعني على الشارع وبنايمه تحت منه، بيعضه هون، بيأزيله إذنه مليح وبيعضه في وجهه. كان قبل كمان كان بحريس بيقولوا عض 2 ونزلون هن بالمستشفى بيروت، بعرفش بأي مستشفى، وطلع يعني تسجيل وبعثوا على الفيديو وصوروا الكلب. انه لازم يكون في اهتمام بهذا الموضوع، لانه هذا الكلب هلا من بلدنا بده يقمز على بلد تانية ومن بلد تانية على بلد تانية، ويمكن يعض اكثر من ولد. ومع ازدياد اعداد الحيوانات البريه في شوارع لبنان، فان حصيله المصابين جراء مهاجمه الكلاب المسعوره منذ بدايه العام بلغت 14 اصابه معظمهم من الاطفال. عقد قائد الجيش العماد جوزيف عون برفقة محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لقاء موسعا في مركز المحافظة حضره قائم مقام الهرمل ورؤساء البلديات وفعاليات المنطقة. وأكد قائد الجيش أن منطقة بعلبك الهرمل مثل غيرها من المناطق اللبنانية وهي ليست خارجة عن القانون كما يحاول أن يصورها البعض. بدوره رحب خضر بقائد الجيش واصفا الزيارة بالتاريخية لأنه أول زيارة لقائد جيش منذ إنشاء المحافظة قبل 4 سنوات ونصف. ومنطقة بعلبك
مدينة مثلها مثل غيرها، فيها بعض مخلين بالأمن طبيعي مثل كل أي منطقة بلبنان، ما في خطة أمنية، لا في تدابير أمنية منخففها ومنزيدها وفقا للمعلومات والمعطيات اللي عنا. بعلبك هي بقلب الجيش، ما حدا يربحكم جميلة. المشوار طويل بس ما انه صعب، ايدنا وايدكم بدنا نكفي المشوار. الشهداء اللي سقطوا من منطقة بعلبك الهرمي اللي عنا بحدود 800 شهيد نحن صايب، هاو سقطوا مش بس بعلبك الهرمي، هاو سقطوا دفاعا عن كل لبنان. وانا اكيد الامور رح تتحسن على احسن وتصير العالم من غير مناطق تحسدكم. نحن عنا تقريبا 980 شخص عنده مذكرات توقيف، صرنا تقريبا منطفين سجل شي 120 شخص، بس نحن ما بنعمل دعايات، مش شغلتنا نطلع على الاعلام، وعدناكم وعم ننفذ. ذكرى فجر الجرود في تلة الحمراء. أحيت بلدية راس بعلبك الذكرى السنوية الأولى لمعركة فجر الجرود على التل الحمراء، حيث انتصر الجيش اللبناني ونجح في طرد الإرهابيين من جرود السلسلة الشرقية. بدأ الاحتفال بدقيقة صمت على أرواح شهداء الجيش ثم النشيد الوطني اللبناني، وألقيت كلمات بالمناسبة. وأهالي بلدتنا يعلقون أسماءهم أيقونة في صدورهم ستتناقلها الأجيال إلى منتهى الدهور. حكاية التل اللي عليها الحقد صار يبعت غرب حتى يركعوها، اشتاقت التل لطعم الانتصار وندهت على جنودها ينصروها. رجال جيش العرز ردوا الاعتبار، ولما من الدواعش حرروها لقوها ناطرة وصول عنار واسمها حمرة وما فيها احمرار، سكبوا الدم حتى حمروها. وفي الختام أزيح الستار عن النصب التذكاري لشهداء الجيش، وهو كناية عن لوحة رخامية نقش عليها أسماء الشهداء الذين سقطوا على تلة الحمراء. حملة لتجميل حي السلم وتحسين واجهات أبنيته ومتاجره. بحلته الجديدة يستقبل حي السلم بالضاحية الجنوبية سكانه وزائريه بعدما توحدت ألوان أبنيته وأبواب منازله ومتاجره، ما أضفى عليه رونقا جماليا غير معهود. الحلة الجديدة جاءت بمبادرة من شباب الحي لتحسين واجهته وإضفاء لمسة بيئية نظيفة وصحية لأبنائه. ابنا بمبادرة من شباب الحي لدهن الشارع، والحقيقة المبادرة كتير حلوة، بننصح كل أهل المنطقة أنه يتشجعوا ويعملوا مثل ما عملنا نحن بالحي. بالمبدأ كانت دعم من أهل الحي، وفي بعض المنازل ما قدروا نحن غطينا محلهم، ونشكر كل اللي ساعدونا. ويأمل شباب المبادرة بانتقال عدوى تجميل حيهم إلى سائر الأحياء والشوارع وتزيينها بألوان الفرح وحب الحياة. بعد الإعلان تحذير أممي من هلاك جماعي. اليمنيون عاجزون عن الحياة والمجاعة تهدد الملايين منهم. الموت جوعا يهدد الآلاف من أطفال اليمن، فقد أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الوضع الإنساني في اليمن قريب من بدء الهلاك الجماعي بسبب الجوع. أكثر من 8 ملايين طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، هذا يعني أن هؤلاء الأفراد لا يعرفون متى سيأكلون وبحاجة للمساعدة الطارئة الإنسانية ليبقوا على قيد الحياة. السيد الرئيس، أن الوضع الإنساني قد بقي ثابتا بالرغم من كل ذلك، وقد تفادينا حتى الآن أفضع أشكال خسارة الأرواح في هذا العام، وذلك لأن أسوأ أزمة في العالم قد استقطبت أكثر وأوسع وأعظم جهود العالم للإغاثة الإنسانية وأكثرها فعالية. وبحسب الأمم المتحدة فإن 22 مليون يمني، أي 75% من عدد سكان البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، لا سيما مع استمرار المعارك والقصف المدفعي. بعد انقطاع المرتبات أصبحت الوجبة المفضلة عند أولادي، يأكلون منها رواصل، خاصة وجبة الظهر.
وتجيب لهم ظما وتجيب لهم حكاك احنا نطبخ اوراق الشجر وناكل من الشجر وننطق من الشجر صلاه على النبي. يعني هنا ما يقول لك يعني تغذيه ما بوش تغذيه خماد موت. وقد حذرت المنظمه الانسانيه البريطانيه انقذوا الاطفال في تقرير لها ان الهجوم على الحديده سيزيد اعداد الاطفال المهددين بالمجاعه في اليمن الى 5,200,000 طفل. وإلى فن الخبر مع دارين شاهين. مرحبا، بنشرة فن الخبر لليوم رح يكون عنا أخبار عالمية ومحلية، ومن بيناتهم كليب جديد للفنانة نوال الزغبي وتيزر لكارول سماحة. منتابع سوا. قام الأمير هاري بتقبيل امرأة محجبة على طريقته الخاصة، حيث قام بإرسال القبل لها بالهواء وذلك احتراما لحجابها، وقد أدى ذلك على هامش فعاليات إطلاق زوجته ماغان ماركل مشروع الإنسان الأول الخاص فيها، وهو مبادرة مطبخ الحي بمركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي بالعاصمة البريطانية لندن. الحفل كان مخصص لطرح كتاب طهي خيري لدعم عائلات ضحايا حريق برج جرينفيل. كشف الممثل اللبناني زياد عيتاني على صفحته الخاصة على فيسبوك عن تفاصيل عمله المسرحي الجديد، حيث أشار إلى أن العمل رح يحمل اسم ما طلت كولات، وهو من كتابة خالد صبيح. المسرحية كوميدية ساخرة مستوحاة من قصة حقيقية ببلد غير حقيقي، كما شكر اللواء عباس إبراهيم من القلب. طرحت الفنانة كارول سماحة تيزر رسمي لفيديو كليب أغنيتها الجديدة مبروك لقلبي. ما ألومك ما ألومك ساعة تكره وتمل. ومن ناحيتها طرحت الفنانة نوال الزغبي فيديو كليبها الجديد، منتابع هالمقتطف. ما هيدا كان كل شيء. وإلى ترند مع سرات صالحة. مرحبا. البداية مع إعلان وظيفة فريدة من نوعها قامت فيها شركة متخصصة بصناعة الحشيشة داخل كندا بالإعلان عن حاجتها لخمس متذوقين لجودة وتأثير المخدر للحشيش يلي عم بتقوم بإنتاجه مقابل $50 على كل ساعة بيقضيها المتذوق بتناول الحشيشة. ورح يظهر الأشخاص المقبولين بالوظيفة من خلال مقاطع ترويجية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشركة. أيضا ذكرت تقارير اقتصادية عن إمكانية توفير تجارة الحشيشة ل 150 ألف وظيفة جديدة بالسوق الكندي خلال السنوات القادمة. ننتقل لصورة مؤثرة جدا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتفال قامت فيه نساء من أعضاء المجلس النيابي النيوزيلندي بإحياء صورة من سنة 1905 لأعضاء المجلس يلي ما كان بيضم أي حضور نسائي وقتها، لتقرر النساء بمناسبة الذكرى 125 لحصولهم على حق التصويت أنهم يكرموا جميع السيدات على شجاعتهم وكفاحهم لتحصيل حقوقهم عبر صورة اجتمعت فيها 39 امرأة من أصل 46 بالمجلس النيابي، ولكن هالمرة من دون أي حضور ذكوري فيها. أما آخر أخبارنا فهو مع مشاهد مخيفة انتشرت لأحدى المناطق الساحلية باليونان يلي عم تشهد ظاهرة غريبة جدا من نوعها غطت فيها شباك عنكبوت مساحة 300 متر من الأراضي على الشجر والأرض لتقدر تأمن بيئة مناسبة لنفسها للتزاوج، إلا أنه سكان المدينة يلي انصدموا بقوة المشهد هالسنة حطوا الحق على الانتشار الكبير للبعوض والرطوبة العالية يلي ساعدت العناكب أنهم يحتلوا المدينة بهالشكل المرعب. ومع هالخبر أنا بدي ودعكم، لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاك ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي.
كان في النشرة: الحكومة تحضر بلا تأليف في حفل عيد السفارة السعودية. مثل القيامة، مين استقر كفر ومين استبعد كفر. الشيء الأكيد أن الهوية اللبنانية منا معرق للتشكيل. إيران تحمل دولا خليجية مسؤولية الهجوم على أهواز. مأساة جديدة للنازحين، الطفل خالد نجمة في البحر. كان في طفل ميت، قرأنا الزورق عليه وميت، نزلوا غطسوا عليه، لقوا الولد ميت. الجنسية، على من تقرأ مزاميرك يا عباس؟ أكيد صار نافذ، إلا باستثناء إنه مجلس الشورى الدولي يبطله. متحف نابو، ضربة عقل في زمن الجنون. هذا ضرب من العقل مش من الجنون. الشيء اللي عم نشوفه بالمنطقة وبلبنان هو ضروب من الجنون. والجديد، ترافق راغب علامي على الدراجة الهوائية. بلبنان الحمد لله على السلامة، لأنها توصل بالسلامة على البيت مشكلة. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.